أهلين عوني بيك، نورت. أهلا فيكي، بس إن شاء الله ما أكون جيت في وقت غير مناسب. لا يا عوني بيك، البيت بيتك، أنت تيجي بأي وقت. أخي محمود، أنت عارف أنه أنا بس معاي نص ساعة ودي أطلع، عندي مشوار مهم. عاد كنا حابين نسهر مع سوا الليلة. الأيام جاية، الأيام جاية. إن شاء الله. إن شاء الله. كيف أمورتنا اليوم؟ عنك يا عوني بيك، عنك. لا تأخذها يا عوني بيك، ليلى بتخجل كتير، وبعدين بدي اقول لك انت دايما مغلب حالك، يعني كل ما تيجي عنا لازم تجيب معك اشي. لا غلبة ولا اشي، هاي شغلات بسيطة، شغلة لست سوسن، شغلة لليلى، شغلة لك. بس هيك كتير يا عوني بيك. ولا كتير ولا اشي، اصلا انا محرج، الي كم من يوم بيجي هون وإيدي فاضيين. شو اللي بتقوله يا عوني بيك؟ قلت لك البيت بيتك، يا اهلا وسهلا فيك باي وقت. سوسن، خدي حبيبتي الاغراض وفوتي جوا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا عوني بيك. اهلا اهلا. شوفي يا ليلى، شوفي عوني بيك شو جاب؟ جاب هدية إلي وهدية إلك وهدية لأبوكي. شو المناسبة؟ يعني شكل الأمور واضحة، عوني بيك بده إياكي. اسمي أمجد. أنا فاتن. مش خايف الحارس يجيب لك الشرطة؟ ما بهمني. وقعت منك لما هربت من الشرطة. لا لا، خليها معك. أهلك عايشين؟ أبوي عايش، بس أمي ماتت. عندك مشكلة أجي كل يوم أشوفك؟ أنا لازم أروح. Thank you.
لله على السلامة. الله يسلمك يا هاني. يا سلام الحرية شو حلوة. هي أجمل من الحرية في الحياة؟ لا طبعا. صحيح أنا وين رايحين؟ على البيت. وين نروح؟ إذا في إمكانية يعني. في مشوار ضروري كثير أروحه قبل ما نروح على البيت. حاضر تؤمر. نشوف خالتك ام هاني. هاي يا سيدي خالتك ام هاني. يا ميت اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة يا بني. الله يسلمك، كيف حالك؟ الحمد لله. الحمد لله. تغيرت كثير يا بني. انت مستقلة الفترة اللي قضاها بالسجن. الله لا يعيدها من ايام ان شاء الله. الله يسمع منك. امين. شو عملت لنا غدا اليوم يا ام هاني؟ بصراحة ميتين من الجوع. ربع ساعة بكون الاكل جاهز، بس انتوا ارتاحوا شوي وانا بحضر الاكل. تعال. انا اسف يعني غلبتكم معي كثير. شو اللي بتحكيه يا رجل؟ انت بالنسبه لي اكثر من اخ، وانت بتعرف هالحكي كويس. عارف عارف ومتاكد كمان. انا عمري ما راح انسى وقفتك معي وانا في السجن. ما في داعي لهالحكي، لاني شو ما عملت معك بضل مقصر. صحيح يا هاني، أنا طول الطريق كنت أحكي معك في موضوع بس أجلته لما نوصل للبيت. كنت بدك تسألني عن ليلى مش هيك؟ أيوة ليلى. طول ما أنا في السجن ما تتخيل قديش كنت قلقان عليها، واللي أقلقني أكثر إنها ولا مرة فكرت تزورني. مش ممكن مش ممكن تكون ليلى عايشة حياة طبيعية وما تيجي تزورني. انت عارف يا امجد، انا بذلت كل جهدي حتى اعرف مكانها بس ما وصلت لاشي. وابوك قبل ما يدخل السجن بقضيه الشيكات اللي حكيت لك عنها وانت بالسجن باع بيتكو، وما حدا ممكن يعرف مكانها غيره. طبعا ابوي جوزها ونسي امرها. وين تروح؟ شو يكون مصيرها؟ كل هذا الاشي ما بيهمه. مع هيك أنا متأكد إنك رح توصل لها، وأنا واثق من هالإشي. أنا مش مصدق إمتى أشوفها. أنا بستنى اليوم اللي أشوفها فيه فارغ الصبر. السلام عليكم. هلا 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 أبجد. يا هلا. ياه، من خمس دقايق بس كنت بفكر فيك. خير؟ شو حنيت الأيام السجن؟ يا رجل تنذكر ما تنعاد. طمني كيف أخبارك؟ الحمد لله. بالظبط طالع من السجن طازة. عبد الله على السلامة. الله يسلمك. تفضل فوت.
يا هلا يا هلا بامجد. هلا بيك. تصدق ما في يوم بمر علي الا بتذكر ايامنا الحلوه والصداقه الحلوه والموقف الشهم اللي عملته معي. ما تقول هيك يا رجل، شو عملت انا؟ اي واحد مكاني كان عمل اللي انا عملته. يا رجل اللي بتحكيه هذا وفي منه هالايام، لا جوا السجن ولا برا السجن حدا بيعمل اللي عملته. سنة كاملة وانت واقف معي وجنبي ضد هدول الكلاب اللي حاولوا يضيعوني بشربة مي. طيب لساتك بتكتب شيكات بدون رصيد ولا بطلت العادة؟ ما انت عارف الشغلة هاي بدمي. بس بيني وبينك هالايام انا باخذ حذري، لأنه بصراحة بعد آخر مرة صرت أخاف على حياتي. طب احكي لي صحيح، انت كيف دبرت امورك بعد ما طلعت من السجن؟ يعني بعد ما طلعت دبرت المبلغ واعطيته اياهم وخلصت منهم، لانه بصراحه هدول عصابه واخرتها معاهم. المهم شو اخبارك انت؟ شو ناوي تعمل؟ مش عارف صدقني يا جدوت، لسه مش عارف، يعني مش عارف كيف راح امشي اموري. طيب شو رايك تشتغل معي؟ لا 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 دخيلك، أنا دواوينك ما بقدر عليها، أنا ما صدقت ونخلص من السجن. أنا بحكي جد يا رجل، هالأيام أنا قاعد بفكر بمشروع هيك يعني، ومحتاج لواحد يكون معي شريك النص بالنص، وأي مخاطر بتصير علي. أنت مش ملاحظ إنه فاتن وسامر صار لهم مدة منسجمين مع بعض؟ أنا هيك شايف. وانت شو رايك في الموضوع؟ انا شايف يا ابو سامر ان نتركهم هم اللي قرروا. طيب طالما الانسجام موجود، شو رايك نعمل على تحويل هالانسجام لارتباط؟ شوف يا ابو سامر، انا بدي احكي لك شغله عن فاتن حتى تعرفها منيح. فاتن اذا شافت حدا بدفعها لاتخاذ قرار تأخذ موقف، لأنها حساسة من هذا النوع. فلذلك أنا رأيي إن نكون محايدين أحسن إنا وإلهم. فواز شوفي تعال بسرعة. عندك يا سامر. تفضل. أنا آسف يا جماعة، آسف كثير. لا بسيطة، بس شو الحكاية؟ ولا شيء، ما في شيء، تفضل تفضل. لا معلش، إحنا صار لازم نمشي، يلا تصبحوا على خير. وأنت من أهله. أنا آسف مرة ثانية، ما تأخذونا. لا ولا يهمك، ولا يهمك أبو عصام. يلا سلام عليكم، يلا يا بابا يا سامر. مع السلامة. ما قلت لي، إيش أخبارك مع فاتن؟ ما بعرف. أوقات بحسها قريبة مني كثير، وأوقات بحسها بعيدة عني كثير. يا ابني كلامك ما إله معنى واضح. من ناحيتي أنا بحبها لفاتن، وأنت بتعرف هذا الكلام. حلو، طيب شو السبب؟ أنت ولا هي؟ مش عارف، وكل ما باجي بدي أفاتحها في هذا الموضوع، في إشي من جوا بيمنعني. أنا من أول كنت حاس إنه المشكلة عندك أنت مش عندها. يا ابني، يا حبيبي، بنات هالأيام بيحبوا الشاب يكون جريء، خاصة في موضوع الحب والعواطف، بس الظاهر انه انت بتقعد معها بتحكوا في مواضيع ما إلها طعمة. يا ابني خش في صلب الموضوع. ها شو رأيك؟ فكرك الإعلان بيجيب نتيجة، نستنى وبنشوف، بس انه ليلى تقرأ الجريدة وتتصل فيني.
مالك؟ من ايش خايفة؟ هذا أمجد أخوكي، أخوكي اللي انحرمتي منه كل السنين الماضية. Thank you.